هل ترى أن سياسة الاندماج في النمس مع الوزيرة سوزان مراب من حزب الشعب ناجحة أم أنهم يفتقرون للخبرة المناسبة؟ في 334 صوت كانوا من المتابعين، النتيجة كانت بتقول سياسة الاندماج ناجحة 18%، والحكومة تفتقر للخبرة كانت 82%. شايف مدى التفاعل الناس على سياسة الاندماج، قراءة حضرتك لها ايه مع النتائج ان هناك النسبة الاكبر بتقول ان الحكومة تفتقر للخبرة بالنسبة لسياسة الاندماج؟ يعني من منظور منطلق انه شعارنا شعار نمسا ميديا لنكتمل بالمعرفة، انا فتوقعنا انه نحن احق الاشخاص اللي يجب سؤالهم بهاي المرحلة هو اللاجئ نفسه، هو الأشخاص الموجودين هون بالنمسا، هن هذول اللي من حقهم أنه فعلا يتم سؤالهم ويتم استعراض رأيهم بصراحة. فكان لزاما أنه نحن نطرح هذا السؤال على الأصحاب اللي هن، على الأشخاص اللي هن فعليا يعني بيعيشوا الاندماج وبتعاملوا مع مؤسسات الاندماج ومع كورسات اللغة والعمل كل هذه التفاصيل. و 82% تخيل أستاذ مدوح أنه قالوا انه النمسا تفتقر الى هذه السياسة. طبعا اللاجئ اليوم من حقه انه هو يفكر، من حقه انه هو يقيم، لانه اليوم اللاجئ السوري يعني نحكي يعني منظور السوري حاليا او العراق او من في حكمهم اضافة على الفلسطيني يقيم، يرى حالة الاندماج في المانيا، في هولندا، في السويد، النرويج، يعني الدول التي فعليا تستضيف العدد الاكبر من اللاجئين اضافة الى فرنسا طبعا وبلجيكا أيضا لا ننساها. فرأوا أنه 82% النمسا تفتقر إلى الاندماج، وهذا إلى حد ما في شيء جدا من الواقع. يعني عندما نرى أن العديد من الأشخاص ندوح بعيدوا كورسات اللغة مرة واثنين وثلاثة وأربعة وبيضلوا برسبوا لحتى يضلوا ضمن نظام للمساعدات، أنا ما رح أتدخل، أنا رح أتدخل بطريقة تفكير الأشخاص بهذا الموضوع، ولكن أنا بهمني الشخص اللي اجى على هذا البلد، وزارة الاندماج التي تنفق الملايين سنويا على هذه بميزانيات مليونية على كورسات الاندماج وكورسات اللغة وما خلافه، وهي فعليا بالمحصلة عم تكون دائما النتيجة صفرية او النتيجة غير مجدية. يعني فعليا هاي النسبة، طيب ما ممكن الحكومة ترد عليك برضه في الموضوع ده تقول لك اذا ما كنتش قادر تندمج قاعد عندنا ليه؟ بتصور هذا السؤال وظيفة الاندماج مطلب، فالنمسا تطلبه من اللاجئين أنهم يجب عليهم أن يندمجوا وتقدم لهم سبل الاندماج، إن كانت من ناحية اللغة، من ناحية الثقافة، من ناحية السياسة، من كافة المناحي. فعندما تفشل في هذا الشيء لا أعتقد أنه يحق لها أن تقول له اذهب، لأن الشخص موجود هنا عنده ثقافته، عنده أفكاره، عنده كثير من عاداته وتقاليده، إذن غير مطلوب. ولكن الأدوات أنت مش بتتفاهم معها. 82% رأوا أنه هذه الأدوات لا تنفع، لا تصلح، غير مجدية. إحنا هذا السؤال، هذا اللي بيننا، ليش إحنا مين بدنا نسأل؟ إحنا بنسأل أصحاب العلاقة، هل يا أصحاب الاندماج؟ طب ليش ما دامك عم تتفضل أنه أنتوا ما بدكم تقعدوا الكب، كان ممكن هذا النتيجة تلاقيها بالعكس، على الأقل يا سيدي تلاقيها 60% ضد الاندماج و 40% عن الاندماج، يا راجل 12%. طيب نعمل سؤال تاني، نطرح سؤال تاني على هم إيه اللي شايفينه الأفضل أو رؤية الناس اللي هم كيف الاندماج أفضل برأيك بالنسبة لهم؟ ما هو يعني الخلل إيه؟ إحنا ممكن نقيم الخلل، نعم ممكن نطرح يعني استطلاعنا الأسبوع المقبل فعلا، يعني هو مثلا اللي بيقول دلوقتي بيقول 82، طب دي اسأله سؤال تاني، طب إيه من وجهة نظرك؟ ما هي رؤيتك يعني هذا الموضوع يمكن احتمال يكون شوي صعب بضمن آليات الاستطلاع الرأي، يعني لأنه بدك حط أنت رأيين إلى ثلاث آراء، مو معقول حط لك 50 رأي ولا قعد اختار بين الخمسين، هذاك صار استبيان ما عاد استطلاع رأي يعني. فالفكرة أنه اليوم أصحاب العلاقة قالوا أنه الاندماج بالنمسا فاشل،